دلوقتي احنا في التحدي الثاني، التحدي في الجول وفوت جينتس مع الحارس الآلي. سألت الكابتن قبل التصوير مين أصعب حارس لعبته ضده، قال لي الحضري، هو في غيره؟ فدلوقتي الحارس اللي على شكل رعد بتاع الكابتن ماجد ده، الكابتن متخيله عصام الحضري وبيحاول ينتقم. حتى الآن المحاولات يعني ماشية 50-50. قبل التصوير الكوتش هنا في فوت جينتس غشش الكابتن، قال له عايز تجيبها حط في التسعين، ماكش دعوه بالارضي. والكابتن هرش ده وبيحاول بقى ايه يوزع في التسعين على طول، اهو بيبص متخيله الحضري تاني. ما قال لك بلاش ارض يا كوتش، على الارض صعب. طب سالته من احسن حارس لعبت معاه، قال لي احمد الشناوي حارس المصري والزمالك وبيراميدز الحالي، هيرجع تاني يركز في التسعين. اهو بغل بقى المره دي برده، مفيش تقريبا الحارس الاهلي سمعنا الحضري ومتقمص الدور فعلا، مش بكل التسعين قوي يعني. لا ده الحضري بجد، هي الراجل غششك صح من الاول. اه وما زال محاولات الكابتن محمود للتفرد بلقب الحاوي ده في النص. قوي كابتن، لا في ناس كتير عايزه الكابتن ما نجحش في التحدي ده، وليد سليمان بقى، ايمن حفني، شيكابالا، كل الحريفه ده عايز في المقاص مش في التسعين. لا وشوف الحارس مبتسم ازاي يعني، واثق من نفسه. لا محتاج الجون يوسع بقى كمان، الراجل بياكد عليه تاني، مالكش دعوه في الارضي، هو هرش الارض كويس والعالي كمان. كابتن بدأ يغل، رجع ورا حطه في دماغه والتاني ما بيفرقش معايا. ده كمان بيحلق على اللي ضاعت، حارس غلاوي قوي. هي دي بقى، خلاص يا عم عرفنا صدته. الكوتش قايم معانا مجهودات جامدة، عايز الكابتن يحط أكتر من اتنين تلاتة، بيقول له هي دي، وهي دي فعلا، هي دي فعلا. طيب الكابتن عرف السر، بس حلوه دي يعني، حظ الحاوي. الاخيره مش مشكله، كفتني قبلهم دخل.